أم هاجر من فرنسا. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام يا أم هاجر. اسمي هاجر، أنا أم هاجر. براءة. أم براءة، تعودت أم تعودت. حاضر، شكرا. نعم. كي لا أكثر عليك يا شيخ. لا لا، أنا عندي سؤال. شكرا. نعم. أنا عندي سؤال شيخ. أنا منفصلة عن زوجي هذه مدة 6 سنوات بحكم ما حدث لي، عشت جحيم معه. عندي بنت 4 سنوات، عندي مشكل، وهو أنه انعدمت ثقتي تماما بجميع الناس منهم أهلي. لم تعد لي ثقة في أي شخص. حتى أنت ما تثقي بنفسك ولا؟ بعد ما تثقين بنفسك؟ لا، عندي ثقة تامة في نفسي. أثق في نفسي ثقة عمياء. لكني عندي لم تعد عندي ثقة في أي شخص بحكم أنه ما حدث لي في حياتي الزوجية. طب شو دخل الناس بزوجك يعني؟ بحكم مثل الحرمة، يوم طلقها زوجة أكره كل الرجال، ما في رجال صادق. لا لا، أنا ما أكره أحد. أنا دخلني في طليقك؟ دخلني أنا، ما في رجال يا شيخ صادق، كلهم خونة. زين، أنا دخلني؟ فأنت نفس الشيء، أنا والله طلقني فقط كل الثقة حتى بأهلي، شو دخلنا حنا؟ أنا في نفسي أن كل إنسان يتكلم معي هو كاذب، بحكم ما مر علي أنه كان زوجي إنسان صالح مصلي، أبويه يعني. أنا ما أتكلم معك الحين؟ ما أتكلم معك أنا؟ لا، أنت تتكلم معي، لهذا أنا اتصلت عليك لأني أريد. أقول كل واحد يتكلم معي كاذب. من متتبعاتك من اليوتيوب. الله يسأل. الله يخلي لك اليوتيوب. شكرا. اسمع يا هاجر، لا تعمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هلك الناس فهو أهلكهم. ما يصير تقولي كل الرجال كذابين، أنت أكذب واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، مو بأنا، لست أنا من قال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك أنت أكذب واحدة. مثل أنا لا يصلح أقول كل النساء كذابات، كل النساء ما في حب، كذب، كل النساء كذابات، أنا أكذب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ومن قال كذب الناس فهو أكذبهم. علمتي؟ نعم. ومن قال شقي الناس فهو أشقاهم. ما يصير، لا تعممي. أنت ليس تجربة، لا تمر بتجربة تحكمون على كل الناس. صفية ضربها زوجها على وجهها، حتى أصابع هذه الأصابع على وجه صفية، ما قالت أنا أكرهك رجال، الله عوضها، زوجت النبي صلى الله عليه وسلم. علمتي؟ لا، الحمد لله. أنا ما عندي إشكال في مساعدة. قبل دقيقتين قطعتينا، قبل دقيقتين قطعتينا، نشرتي غسيلنا قبل دقيقتين. كل رجال ونص رجال وربع رجال. لا، ما أتكلم عن الرجال بصفة خاصة، أنا أتكلم على العموم، سواء ذكر أو أنثى. لم تعد لي ثقة بكل شخص يتكلم معي بحكم أني ليس لي أصدقاء بتاتا، لم يعد لي أصدقاء. أنا منعزلة تماما، من العمل إلى المنزل، من المنزل إلى العمل، أخرج مع ابنتي، أدخل مع ابنتي، لا أتكلم مع أي شخص، حتى عائلتي. إذن أنت ترى المشكلة فيك وليست في المجتمع. نعم، المشكلة في أنا، ولأن المشكلة فيك نحتاج. اسمع بقى، بعطيكي حل، بس وقت البرنامج خلص، فحنا باكر ناخذك أول مكالمة. باكر مثل الوقت بتكوني فاضية ولا مالك خلق تتكلمين حد ومش طايقة حد؟ حاضر، خلص باكر نتصل فيك، خذوا رقمه واحفظوه، باكر اتصلوا فيها أول اتصال. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، استودعكم الله.